موضوع جائزة التميز الحكومي كان موضوع غريب شوي. لما الأسبوع اللي فات الحقيقة معالي دولة رئيس الوزراء بيسلم جوائز تميز حكومي، احنا تخيلنا في الأول انه موضوع جوائز التميز الحكومي دي خاصة بالحكومة والأجهزة التنفيذية التابعة ليها، إنما لا، ده هو مش بس الحكومة والأجهزة التنفيذية، لا ده لقينا كمان الجامعات المصرية مشاركة في هذه المسابقة، وفي تفوق الحقيقة في جامعات الدلتا وحصول جامعة المنصورة، هذه الجامعة العريقة، على المركز الأول في التميز. وهنعرف التفاصيل من خلال ضيوفنا اللي بيشرفونا النهاردة من جامعة المنصورة، الأستاذة الدكتورة أمينة صالح، مدير التنظيم والإدارة بجامعة المنصورة ومنسق الجامعة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. والأستاذة الدكتورة نسرين شلبي، مدير وحدة حماية مدير وحدة ضمان الجودة بكلية طب المنصورة وعضو فريق التميز. الحكاية الحقيقة محتاجة شرح وتفسير. هبتدي بعد إذن حضرتكم بالدكتورة أمينة. إيه بقى موضوع جائزة التميز ده؟ إيه الفكرة؟ اشتركتوا ازاي وايه الحكايه؟ الفكره بدات في 2018 لما اطلق الجائزه معالي رئيس الوزراء في احتفاليه كبيره عشان تبدا الجائزه ويتنطلق بيها، وعمل احتفاليه في قاعه المناره لاطلاق الجائزه على مستوى الجمهوريه. دخلنا المرحله الاولى منها في سنه 2019. هي مراحل في بتبدأ كل سنة وفيها الدورة بتاعتها. الدورة الثانية فيها كانت سنة 2020، واللي كانت تسليم الجوائز فيها في قصر القبة في 19 أكتوبر 2021. اتأخر تسليم الجوائز لدورة 2020 بسبب جائحة كورونا وتأخرنا فيها، ودي كانت اطلاقت الجائزة. الجائزة طبعا بتقدم لمصر هدية التميز الإداري. الجهاز الإداري دايما في جميع المنظمات شوية محتاج تدريب، شوية محتاج يعرف إيه هي رؤية الدولة، عايزة الدولة توصل لفين، فكان محتاج حد يعرفه رؤية الدولة فين. وبالتالي انطلقت رؤية مصر 2030 قبل انطلاق الجائزة. الجائزة بتعرف الجهاز الإداري للدولة ايه هي رؤية مصر 2030 اللي هي في محاورها العشرة، في محاور عشرة للجائزة لرؤية مصر 2030، منهم محور التعليم والبحث العلمي، محور الصحة، محور الحوكمة والشفافية، محور الاقتصادي، ومحور الطاقة. 10 محاور أساسية بتطلقهم رؤية مصر 2030. اشتغلت الجائزة من خلال المحاور الأساسية لرؤية مصر 2030 على 10 محاور أساسية للجائزة. في 3 معايير أساسية. المعيار الأول هو تحقيق الرؤية، المعيار الثاني هو الابتكار، المعيار الثالث هو الممكنات. طيب، دي الجائزة بمعناها الأساسية. دي يعني حاجة كده دكتورة أمينة، حضرتك قلتي نقطة مهمة قوي، انه ان الجائزة اشتغلت في اطار رؤية مصر 2030. يعني الدولة لما حطت هذه الاستراتيجية ما حطتهاش عشان احنا نحتفل بيها وانتهى الامر على كده، لا، ده الاجهزة في الدولة ككل لازم تشتغل في اطار هذه الاستراتيجية. والاجهزة هنا مش بس الحكومة، تمام، كمان الجامعة، تمام، جميع الاجهزة الدولة لها دور في رؤية مصر 2030 ولها محور بتشتغل عليه في وضع الاستراتيجية. والوضيع الاستراتيجية كانوا حاطين في اعتبارهم إجراءات العمل داخل الأجهزة الإدارية للدولة، وإزاي إن أنا أرتقي بإجراءات العمل، ولخصتها زي ما قلت لحضرتك في المداخلة اللي فاتت في إسعاد المواطن، إزاي أقدم له خدمة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وهو كمان راضي عن هذه الخدمة، مش بس واخد الخدمة، لا راضي عنه. زمان المواطن تقول انا لما بسافر بره ورحت اعمل كذا ده ما خدش مني 5 دقايق. هي دي الفكره، صح؟ هي يعني ده باختصار شديد هي الفكره، ان انا لما احتاج خدمه من الاجهزه التنفيذيه للدوله اقدر احصل عليها بمنتهى السهوله وفي اقل وقت ممكن.
هي دي الفكرة. الفكرة الأساسية توفير الجهد والوقت للمواطن. بمعنى أنا المواطن ده اللي جاي ياخد الخدمة بتاعته أصلا هو بالنسبة لي عامل من عوامل الإنتاج اللي اللي بيدخل عندي في إنتاجية في الإنتاجية في الإنتاج القومي. أيوة. فأنا لو أهدرت وقته إذن فأنا أهدرت الإنتاج القومي للدولة. طيب. نزلت بيه وبالتالي أنا لو وفرت الوقت ده هأعلو بالإنتاج القومي. العامل اللي خارج من المصنع علشان يطلع شهادة ميلاد لابنه عشان يدخله المدرسة وقت المصنع أولى بيه، المصنع أولى بيه، وفي نفس الوقت هو يستحق أن تقدم له الخدمة بسرعة. النهاردة الخدمة الإلكترونية من قلب المكان اللي أنت فيه بعد الخدمات الذكية اللي تقدمت للمواطن النهاردة. لا ده أنت لو عايز تعمل توثيق شهر عقاري إحنا جبنا شهر عقاري، إحنا جبنا لك عربية لحد منك بتوثق لك العقد بتاع الشهر العقاري بتاعك وانت في مكان شغل. كان عندنا في الجامعه في موجود سياره توثيق الشهر العقاري لا موجوده. احنا كنا فين لما بنروح نوثق الشهر العقاري؟ فين ايام الادراج والتراب والحاجات اللي حضرتك عارفه النهارده وصلنا؟ انزل تحت روح صور لي الورقه ده اللي ما عرفش ما جاتش النهارده. أيوة. مش هو ده اللي كان بيتقال للاسف. ايوه طيب الجامعه وما تقدمه من خدمات للمواطن، لانه هيتقال طيب احنا بنعمل جائزه تميز حكومي في اطار استراتيجيه الدوله عشان اقدم خدمه للمواطن. هي الجامعه بتقدم خدمه للمواطن؟ في ناس بتسال السؤال ده. هو في علاقه في تواصل ما بين الجامعه وبين المواطن دلوقتي غير زمان وبالتالي بيقدم خدمات للمواطن؟ طبعا الجامعه بتقدم خدمات عاليه جدا، وبتهيأ لي انا هتكلم عن حاجه بسيطه جدا فيها، لان اللي هتقدر تقول عن خدمات المواطن بالذات الخدمات الصحيه الاستاذ دكتوره نسرين، هي استاذ طبعا طب والمراكز 13 مركز طبي، هتعدد الخدمات الصحيه والخدمات التعليميه والبحثيه كاستاذ اكاديمي هتقدر تقولها اكتر مني. ولكن المواطن على مستوى الجمهوريه بياخد خدمات من جامعه المنصوره، وأول خدمة بتقدمها على مستوى الجمهورية مركز أمراض الكلى والمسالك البولية، تقدم جميع الخدمات. طالما دخلنا في النقطة دي بقى ترى نسمين تقدر تدي الخدمات بقى. لا جامعة المنصورة هي اللي خلتنا إحنا كلنا كمصريين بنقول إنه المنصورة هي العاصمة الصحية لمصر أو عاصمة الطب في مصر. أمين. يقال عليها كده لأن طبعا منذ ما أن قام دكتور غنيم ربنا يديله الصحة الحقيقة انه بدأ بأول مركز للكلى وتلاتها بقى مجموعة من المراكز الهائلة اللي بتقدم خدمات صحية للمصريين والعالم العربي والعالم الإفريقي بس يعني صح. هذه الخدمات والارتقاء بيها بقى وتطورها هو ده اللي عايزين نتكلم عليه في فالحقيقة يعني جامعة المنصورة دايما لها فكر في استشراف للمستقبل. بدأنا في كلية الطب هذه المراكز الطبية اللي بلغ عددها النهاردة 12 مركز طبي، كل دي كانت أقسام جوه كلية الطب. طيب. علشان احتياجات المجتمع زادت وتطلعات المجتمع في خدمة صحية أكتر متخصصة أكتر جراحات دقيقة أكتر، كل دي كانت احتياجات. بدأت تتعمل بأول حد كان عمل الفكرة انه بقى مركز طبي، فقسم جراحة الكلى والمسالك البولية كجراحة وكبطنة امراض كلى وجراحة. عملوا هذا المركز طبعا بقى صرح، كانت نتيجة هائلة جدا، كان لها تأثير كبير جدا على الناحية التعليمية والبحثية والخدمية للمجتمع. ابتدت هذه الفكرة كموديل وكنموذج إيجابي، ابتدت أقسام تانية تعمل نفس الفكرة علشان تحقق نفس النجاح وتواكب تطلعات المجتمع في خدمة صحية أفضل. أي. إلى أن بقينا 12 مركز طبي، الأطفال وجراحتها، العيون وجراحتها، الكلى والمسالك، الطوارئ وهكذا. أورام. الأورام طبعا كل مركز من دول فيه التخصصات التي تخدمه. يعني الأشعة بالتحاليل الباثولوجي بتحاليل إكلينيكية بكل التخصصات اللي هي، فبقى كل مركز من ده كمان يعتبر مركز بحثي بيقدم لي مش بس خدمة صحية للمرضى، لا ده بيطلع لي أبحاث بقدر استفيد منها في خدمة المجتمع تفيد المرضى. كلامك إنه بيستشرف المستقبل. بالضبط، استشراف المستقبل، وإن أنا أقرأ البكرة هيبقى في ايه، احتياجات المجتمع بتاعتي هتمشي ازاي، الخريطة السكانية بتاعتي والامراض اللي موجودة فيها انا دلوقتي محتاج الحاجة دي انها تكبر عشان تقدر تواكب
تطلعات المجتمع واقدر اقدم خدمه صحيه. الخدمه الصحيه مش بتقدم على قد محافظه الدقهليه بس، بتمتد الى جمهوريه مصر كلها. يعني احنا لنا قوافل حضرتك متواضعه من العربي وحضرتك بتشتغلوا على افريقيا والمنطقه العربيه كلها. الوافدين طبعا بيجي لنا عدد مرضى من الوافدين من جميع المنطقة العربية وأفريقيا، دول بيجوا. خدماتنا داخل جمهورية مصر اللي أقصده إنها مش على قد محافظة الدقهلية، لكن بتمتد لحلايب، شلاتين، شين، سينا، العريش. القوافل اللي انتوا بتعملوها هي قصور الخير، احنا عندنا بالظبط قصور الخير بتروح تمتد لكل منطقة، وبيبقى في تواصل مع المناطق دي بحيث ان بيروح التخصصات اللي هم فعلا محتاجينها. انا اتكلمت يعني مع دكتورة ايمان ايام الارهاب على القوافل، والحقيقه لقيت ان انتوا بتروحوا يعني ايه، وده بشكل دوري وعلاج على طول مستمر يعني كل التخصصات. بالظبط كده بالظبط، حتى الاماكن اللي بيبقى فيها اصابات او احتياج لجراحات دقيقه، مثلا عندنا مركز لجراحه الاوعيه الدمويه متطور جدا، بيروح التخصصات اللي هم طالبينها يعني حسب احتياجاتهم هناك. طبعا كله بيروح كل التخصصات، لكن بيبقى فيه استرس على حاجة معينة هم محتاجينها بالذات أيام الحرب. طبعا قاعدة البنات اللي عندكم اللي بتاخدوها من كل طبقا لقاعدة البيانات اللي بتوصل لحضراتكم، طبعا بيبقى فيه تواصل من خلال القوافل. أنا رحت المكان ده أكتر حاجة منتشرة فيه محتاجينها خلاص. بالظبط كده، أنا محتاج التخصص ده. بالظبط كده. طيب حضرتك فضل. حتى احنا يعني شاركنا حتى المبادرات الصحية اللي الدولة بتقوم بيها، قضاء على قوائم الانتظار. احنا من اول جامعة تقريبا شاركت وحققت اعلى نسبة. الحملة 100 مليون صحة احنا كان لنا فيها طبعا باع كبير جدا، فيروس سي القضاء عليه، علاج الادمان، علاج التدخين، قصة كورونا والأزمة اللي احنا مرينا بيها العالم كله. ابتدى يروح مننا ناس لوزارة الصحة في مستشفيات العزل عشان نقوم الدنيا هناك ونساعدهم، واحنا كمان بقى عندنا مركز كامل مستشفى خاصة لتخصصت مخصوص لحالات الكورونا. طيب انا هستاذن حضرتكم، هنخرج لفاصل، بعد الفاصل عايزه ارجع مع حضرتك عن موضوع ضمان الجوده ودوره في جائزه التميز، لانه له قطع له دور كبير. نخرج لفاصل مشاهدينا ونرجع مع طيب احنا رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه لاستوديو برنامجنا وضيوفي الكرام، استاذه الدكتوره امينه صالح مدير التنظيم والاداره جامعه المنصوره ومنسق الجامعه، والاستاذه الدكتوره نسرين شلبي مدير وحده ضمان الجوده بكليه الطب المنصوره وعضو فريق التميز. وبنستكمل حديثنا عن جائزه التميز، جائزه الاولى لجامعه المنصوره، جايزة التميز الحكومي، المركز الأول في جامعة المنصورة. كنت بتكلم مع الدكتورة نسرين وكنت عايزة بس أفهم فكرة ضمان الجودة ودورها في أنه جامعة المنصورة أخذت الجايزة، جايزة التميز الحكومي مركز الأول. هو طبعا الجودة هو تعرفها أن أنا أعمل الحاجة بالطريقة السليمة وطريقه عملها بتتبع فيها الاليات المظبوطه، بحيث ان انا دايما يكون المنتج عندي والزيرو ايرور، ما يبقاش عندي فيه نسبه خطا خالص، اخطاء بقدر الامكان. وبقف اقيم نفسي بحيث ان انا كل مره اطور ادائي. من هنا لو جينا نشوف قطاع زي التعليم، انا لازم في رؤيه مصر 2030 ان انا اكون بقدم تعليم ذو جوده عاليه وفي إتاحة، الغني بيتعلم والفقير بيتعلم. لو أنا كلية مش محقق الجودة، هبقى أنا لسه بعيد شوية عن مؤشرات رؤية مصر 2030. جائزة التميز طبعا زي ما حضرتك سبق ان احنا اتكلمنا ان في رؤية بقت للدولة واضحة، وده طبعا فكر برضو جديد، وطبعا الدولة مش هتحقق الرؤية دي لوحدها. أكيد. لازم كل قطاعات الدولة سواء في التعليم أو غير التعليم تشترك في تحقيق هذه الرؤية، كل في مجال. أنا عندي كجامعة بشترك في التعليم، يهمني البحث العلمي، الخدمات المجتمعية، الجهاز الإداري بتاعي بتطوير. لو أنا مش عندي جودة، أنا يبقى المؤشرات بتاعتي في الأول محتاج أشتغل عليها عشان أحقق المؤشرات دي وأقدر إن أنا أبقى متميز وأخد في جائزة التميز. التميز يعني التفوق على الأقران،
يعني كلنا حققنا جودة، بس أنا عندي حاجة بقى مختلفة أو متميزة تفوقت بيها على الآخرين في الخدمات بتاعتي، في جودة العملية التعليمية. فإحنا في الحقيقة في كلية الطب وفي جامعة المنصورة عموما، يعني إحنا كلية الجامعة كلها كان فيها خطة استراتيجية، يمكن دكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة كان هو رئيس المجموعة اللي عملت الخطة الاستراتيجية دي، وحقيقي كانت الخطة موضوعة متسقة تماما مع رؤية مصر 2030، وابتدى كل كلية تاخد من الخطة دي وتبتدي إن هي تحقق في كل المجالات بقى. يعني أنا كطب بتعليم وبحث علمي وصحة، في كليات أخرى مثلا في زراعة في آداب لها مثلا في الأمن القومي في الأراضي والمياه، في هندسة التحول الرقمي والتكنولوجي ومسابقات الطلبة وهكذا. فدايما كل الكليات استقت من الخطة الاستراتيجية دي، وابتدينا نتكلم ونعمل خططنا بحيث إن أنا أحقق ده. لما جت جايزة التميز خلتنا نقرا نفسنا باسلوب مختلف. يعني ايه دي؟ يعني ايه؟ يعني انا أو يعني انا ببقى عارف ايه نقاط القوه اللي عندي ممكن انا مش واخد بالي منها، مش واخد بالي منها من كتر ما هي مش عادية، من خلاص من هي عادية عاديه بالنسبه لي، فانا مش لافته نظري، مش لافته نظري، او انا عارف ان انا قوي في الحته دي فعلا، بس مش حاطط مؤشرات اداء موضوعيه تقدر تقيم لي ادائي بحيث ان انا أطور نفسي. ده اللي جايزة التميز عملته، إن طيب هي خلتنا نقرأ نفسنا كويس، أعرف نقاط القوة اللي عندي وأقيسها، ونقاط اللي محتاجة تحسين، وبرضو أحط لها اشتغل عليه. مؤشرات أداء. مؤشرات الأداء دي مهمة جدا، يمكن إحنا ما كانش بنبقى واخدين بالنا منها قوي، لكن تمام هي فعلا مهمة، ومهمة إنها تبقى مرتبطة بالخطة بتاعة الكلية وبتاعة الجامعة، كل شوية أقيسها وأعرف أنا فين بالظبط. طيب دكتورة أمينة، الجائزة كانت في إيه بالتحديد؟ عشان تاخدوا جامعة المنصورة واخدة جائزة التميز في مجال نقط. نقط من أول السطر، ونقول أول جائزة حصلت عليها الجامعة كانت جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وهي كانت في العام 2019، حصلنا على المركز الثالث بكلية الطب على مستوى الجمهورية، طيب والمركز الثاني في تقديم الخدمات الذكية، مركز تقنية الاتصالات والمعلومات كان المركز الثاني على مستوى الجمهورية. حققنا مدير إدارة كان عندنا أستاذ هشام من العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية. نيجي في الدورة 2020، الحمد لله حققنا مراكز متقدمة جدا، ونعتبر من يعني الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المصرية في كم الجوائز اللي حققناها. احنا دخلنا على 6 فئات كاملة اللي هو متاح للجامعات المصرية التقديم فيها. الحمد لله اجتزنا 4 فئات متكاملة من الستة، في فئتين بس هم اللي يعني مننا ما حققناش فيهم حاجة. انتوا متوحشين بصراحة، احنا بجد يعني لسه عايزين تاخدوا كله، بس متطلعين يعني. بصي كان عندنا حلم كبير قوي، الحمد لله اولا في المؤسسة المتميزة في دورة 2020 المفروض الكليات 480 كلية على مستوى الجمهورية، بنختار منهم العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية. جامعة المنصورة حققت 5 من 10 كليات على مستوى الجمهورية. أنا أهو، فبالنسبة لنا إحنا كنا بنخاف نقول الخبر من الجامعات الأخرى، جامعة تاخد 5 كليات من 10 على مستوى الجمهورية، بتخافوا ليه؟ هم يغيروا يشتغلوا على نفسهم. من 28 كلية، كلية الطب، كلية طيب الهندسة، كلية الطب طيب البيطري، كلية طب الأسنان. إحنا معانا على فكرة على الهاتف الأستاذة سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز وزارة التخطيط. مساء الخير أستاذة سهى. مساء النور يا أستاذة أميرة، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، ومبروك حصولكم على جائزة التميز الحكومي. طبعا أنتوا معاكم الدكتورة هالة، يعني ما شاء الله عليها، فمبروك حصولكم أنتوا كمان على جائزة التميز. لا الله يخلي حضرتك، يعني الله يبارك في حضرتك، بس مش احنا اللي حصلنا على الجائزه، احنا ادينا الجائزه. انتوا اديتوا الجائزه ليه؟ مؤسسات. طب هنا الدكتوره هاله حصلت على الجائزه، يعني ما يعني طبعا بالنيابه عنها، فببارك لحضرتك في التميز العربي. طيب استاذه سهى، انا عايزه حضرتك توضحي لنا يا فندم موضوع جائزه التميز الحكومي، المفهوم بتاعها عشان الناس تبقى فاهمه ايه الموضوع. طيب احنا ممكن نبدأ في الأول نقول إن إيه هي الجائزة.
الجائزة هي جائزة وطنية تم إطلاقها منذ 2018 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وده ليه؟ علشان تطوير الأداء الحكومي في الدولة عن طريق الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الناجحة في الأداء الحكومي وتطبيقها في العمل الحكومي. تمام. الجائزة على بتكون على مؤسسات بتتم تطبيقها على المؤسسات الحكومية والوحدات الخدمية وعلى الأفراد. أي. طب. بتفضل. التقديم ليها إزاي؟ يعني اللي عايز يقدم ليها إيه الشروط؟ ايه اللي هو شايفه طالما فينا من افراد كمان مش بس يعني مش بس هيئات، لا كمان انا اقدم ازاي او انا ايه الشروط اللي موجوده عشان هل هي متوفره فيها ولا عشان اقدم فيها مثلا؟ بالظبط. احنا لو خدنا احنا بنشتغل على ايه؟ احنا بنشتغل على مؤسسات ليها فئات محدده ووحدات خدميه ليها فئات محدده والجوائز الفرديه برضو ليها فئات. فاحنا بنعمل ايه؟ ازاي نقدر نشترك؟ أيوة. احنا اول حاجه كجائزه بنبدا نخاطب الجهات كلها الحكوميه المنوطه بالجائزه زي الجامعات زي الوزارات زي المحافظات، وبنقول لهم احنا الجائزه بتاعتنا بتنقسم لخمس جوائز، كل جائزه فيها فئات شكلها ايه، وانتوا كجهه تقدروا تشتغلوا او تقدروا تقدموا في ايه. طيب انت علشان تشوف نفسك مؤهل ولا لا تقدم في الجائزه دي، بنبدا نحط ادله لكل جائزة بنحطها على الموقع الإلكتروني لجائزة مصر للتميز الحكومي، بنحط الدليل بتاع كل فئة ونقول له اطلع على الدليل ده وشوف المعايير بتاعتها تتطبق عليك ازاي، وشوف في نفس الوقت انت تقدر تقدم فيها ولا لا. ده لو فردي. لو مؤسسي، لا مؤسسي بنبص له بشكل تاني ان هو بياخد تدريب على المعايير وبيبدا يطبق المعايير دي في الجهه بتاعته لمده اكثر من شهر، وبعد كده يبدا يقدم لنا طلب الترشح. تمام. الافراد زي ما قلت لحضرتك هو بيشوف بيطلع على المعايير اللي موجوده على الموقع الالكتروني للجائزه عن طريق الدليل، بينزل الدليل وبيشوف المعايير دي ويطبقها على نفسه، وبعد كده يبدا يكتب هو انجز ايه، الانجازات اللي عملها اللي تخص كل معيار. بس احنا بقى بيبداوا يترشحوا لنا من الجهات لما نخاطبهم بيرشحوا لنا ثلاثه من كل فئه. طيب هل شرط رئيسي يا استاذه سهى انه يكون في تعامل مع الجمهور، او يعني ده من ضمن الشروط الاساسيه لهذه المسابقه انه تكون الهيئه دي بتتعامل مع الجمهور، الفرد ده بيتعامل مع الجمهور ولا ايه؟ في فئات محدده اللي هي جائزه الوحده الخدميه. الوحده الخدميه يعني ايه وحده خدميه؟ يعني كل ما هو بيقدم عن طريق الشباك وبيقدم خدمه للجمهور، لان احنا الهدف بتاعنا ان احنا نقدم خدمه كويسه للمواطنين لتحسين جوده حياه المواطن ولتعزيز تنافسيه الدوله. فاحنا بنخاطب من ست فئات محدده، الدوره الاولى كانوا اربع فئات، الدوره الثانيه كانوا ست فئات زي مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري، مكاتب التأهيل الاجتماعي، المراكز التكنولوجية، مكاتب التموين والصحة، كل ده بيخاطب الجمهور، ده كل ده بيقدم خدمة للجمهور وتكون ملموسة للجمهور. طيب سيدتي الفاضلة، احنا على اعتاب جمهورية جديدة، اذا هذه الجائزة لازم تتناسب مع موضوع الجمهورية الجديدة، ان كل سنة بيبقى فيه تطور، فيه تغيير، فيه تجديد. أكيد. فهل أكيد. الجائزة هتكون فيه باستمرار تغيير في شروطها والمعايير الخاصة بيها؟ احنا لسه مش هنكذب على بعض، احنا لسه الفكر وثقافة التغيير لسه المواطن مش حاسس بيها او الموظفين لسه شوية حاسين بيها شوية. فواحدة واحدة احنا بننقل الثقافة، فاحنا ممكن هنفضل على نفس المعايير لمدة 3-4 سنين، الناس تفهم يعني ايه معيار، يعني ايه تطبق معيار على نفسها، يعني ايه ثقافة التغيير، ثقافة التميز شكلها ايه، وبعد كده اكيد احنا بنطور من نفسنا وبنطور من المعايير بتاعتنا. اكيد. انا اتمنى ان حضرتك تشرفينا في استوديو في حلقه من الحلقات نتكلم بشكل تفصيلي، لان الحقيقه موضوع جائزه مصر للتميز الحكومي دي من الجوائز او نقول من الموضوعات الجديده اللي بتعطي انطباع مختلف عن
مصر الجديدة أو الجمهورية الجديدة. جديدة. أنا بالضبط. أتمنى تشرفينا إن شاء الله وبشكرك شكرا جزيلا أستاذة سهى. الله يشرفني يا فندم. الله يحفظك يا فندم. اتفضلي يا فندم. برجع لضيوفي الكرام، كنت بتكلم مع الأستاذة الدكتورة أمينة صالح، وهسأل يعني سؤال قريب يمكن أنا سألته لحضرتك وأنا بتكلم مع حضرتك في التليفون الأسبوع اللي فات. قلت لحضرتك يا أستاذة أمينة، دكتورة أمينة، نحصل على الجائزة، جميل تمام، أحافظ بقى عليها إزاي وحافظ على تميزي إزاي؟ دي من النقاط المهمة، ده أهم نقطة. أهم نقطة إن أنا أحافظ على المستوى اللي أنا فيه. يعني أنا وصلت مع حضرتك في قبل المداخلة مع أستاذة سهى طبعا، وبشكرها على المداخلة بتاعتها، إلى أن أنا حصلت على 5 كليات من 10 على مستوى الجمهورية. لسه كنت بتكلم مع دكتور نسرين دلوقتي قبل الخروج على الهواء، إزاي نقدر نخلينا الخمسة دول في العشر الأوائل على طول، ما نزلش عن العشر الأوائل. إزاي أقدر أوصل في العشر الأوائل؟ أول حاجة لازم يكون عندي خطة وضعها أنا هوصل إزاي. لازم أشوف إجراءات العمل اللي عندي اللي تؤهلني إن أنا دايما أحافظ على هذا المستوى. إجراءات الإدارية اللي بتعقني بشيلها بحذفها، أقلل في الإجراءات والحصول على الوقت بتاع الخدمة نفسه للمواطن عشان أقدر أفضل زي ما أنا على نفس المستوى. أهم حاجة في الجائزة وإن أنا أفضل موجود في التوب 10 أو العشر الأوائل على مستوى الجمهورية فريق العمل. الحق أنا بالنسبة لنا كجامعة المنصورة عندنا فريق عمل، ويمكن بنقل التجربة دي للناس اللي كانوا دايما يسألونا أنتوا وصلتوا إزاي لكل هذه الجوائز. إحنا ما كملناش بقية جوائزنا، إحنا خدنا 2 فرق عمل من 10 على مستوى الجمهورية، أخدنا موقع إلكتروني من 10 على مستوى الجمهورية وطلع الموقع الأول على مستوى الجمهورية، أخدنا في الابتكار والإبداع من 71 فكرة أخدنا مركز من 10 الأوائل. فحققنا كل ده اللي كان عندنا فريق عمل من 2018 برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الفريق، وعضوية أمين عام الجامعة أستاذ أسامة موسى، أستاذة نسرين مقرر اللجنة، العضوية الدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية، أمينة صالح مدير عام التنظيم والإدارة. نوعنا في فريق العمل، ما ينفعش فريق العمل يكون كله تخصص واحد. فيعني ده كان بالنسبة لنا أهم حاجة، لازم يكون فريق العمل متنوع، حد تقني بيشتغل على الجانب الاي تي، مش التقني مش بيشتغل معانا، حد بيشتغل جوده، حد بيشتغل موارد بشريه وممكنات، حد قياده بتقود هذا الكم من الاعمال وازاي اقدر اعمل. عملنا مع اللجان اللجنه العامه عملنا لجان فرعيه داخل كل كليه، 18 كليه فيهم 18 لجنه، كل كليه بنفس هذا التنوع من الكيفية بتاع التنفيذ التميز الحكومي بتشتغل داخل الكلية، بتتابع مع المنسق العام لكل كلية، منسق بيتابع مع منسق عام الجائزة، منسق عام الجائزة بيتابع مع وزارة التخطيط ازاي الاجراء بننقله اول باول. جروبات طبعا على الواتساب، تفاعل تام من كل حاجة، كل ما هو جديد. النقطة اللي بتختفي على المنسق او على فريق العمل المنسق العام بيشرحها. لو اضطرتنا الظروف ان في نقطه، يمكن مره الدكتوره نسرين اول ما سمعنا كلمه استشراف المستقبل، الكلمه دي كانت جديده شويه على اذهاننا، دايما بيقول التنبؤ بالمستقبل، معرفه ما هو اتي في المستقبل، انما استشراف المستقبل بدانا نشتغل عليها ونعرف هي ايه، وعرفناها لل 18 منسق، 18 منسق بدورهم عرفوها لفريق العمل اللي معاهم، فريق العمل بدا يشتغل عليها مع كل افراد الكليه من الباحثين والكوادر البشريه اللي موجوده داخل الاداريه اللي موجوده داخل كل كليه، والقيادات الكليه نفسها العميد وكلاء الكليه، ازاي نقدر نشتغل ده. وكل من في تخصصه هيقول لي يعني ايه هتبتكر وتعمل استشراف المستقبل في دوره. فالاصل في الجائزه عشان تستمر التخطيط، يكون عندي خطه وهدف، لان الجائزه قايمه على مفهومين أساسيين، إزاي أكون عندي فعالية وإزاي يكون عندي كفاءة. كفاءة يعني أحصل على الخدمة بأقل تكلفة، وفعالية يعني أحقق الهدف من الخدمة، من أدائي للخدمة. الهدف من أدائي الخدمة في الآخر أن أنا أقدمها في أقل وقت وبأقل تكلفة للمواطن. مش معنى أن أنا هأدي الخدمة في دقيقة أن أنا أكلف الدولة مليارات الجنيهات، لا، هقدم الخدمة في دقيقة بأقل تكلفة. طيب. ده بالنسبة لنا الخطة اللي كنا شغالين عليها كجامعة. طيب فضل. أتكلم مع دكتورة نسرين بقى. فضلي. دولة كلها داخلة في ما يسمى بالذكاء الاصطناعي. تمام؟ والذكاء الاصطناعي في حالة استخدامه
أنا هقدر أعمل عملية استشراف للمستقبل، لأن أنا هقدر أجمع بيانات، أحلل البيانات وأشتغل من خلالها. هل ده بيتم عند حضرتك في وقت الحالي؟ طبعا هو حقيقي يعني الجامعة المنصورة فيها مراكز بحثية متميزة جدا في كافة التخصصات. طبعا الجزء بتاع الذكاء الاصطناعي كان مهم جدا في الفترة الأخيرة دي، لأنها بقت حاجة علوم، بقت لغة وبتوفر لي كتير من الوقت ومن المجهود، وبقدر أعمل بيها إنجازات كتيرة في وقت بسيط. بتديني ممكن دقة شوية في بعض التحليلات لصور لحاجات من دي، والتوقعات. فطبعا احنا في جامعة المنصورة في كلية هندسة عندهم طبعا أبحاث كتيرة جدا على الموضوع الذكاء الاصطناعي، كلية حاسبات ومعلومات برضه عندهم نفس الفكر ده، وبيعملوا حاجات بالتوافق أو التعاون ما بين الكليات وبعضها. يعني هم في أبحاث كتيرة عندنا في كلية طب على الذكاء الاصطناعي ما بين شراكة مع كلية هندسة وكلية حاسبات لخدمة المرضى، ان انا احلل الصورة واعرف هل الصورة دي فعلا فيها مثلا كانسر ولا ده التهاب ولا كده. فطبعا الذكاء الاصطناعي لا داخل في حاجات كتيرة جدا. البايو انفورماتيك بقت برضو حاجة مهمة جدا، كلية حاسبات فيها الجزء ده، واحنا جميع المستشفيات والمراكز الطبية اللي عندنا بقى فيها فعلا الجزء ده لخدمة المرضى. تحول رقمي، لانه بقى كل التحاليلات والأشعات بتاعت المرضى كلها بقت بتظهر على السيستم الإلكتروني، ما عادش فيه الورق وأفلام الأشعة وورق التحاليل والكلام ده. فطبعا بيوفر فلوس، بيوفر فلوس، تكلفة كبيرة، تكلفة رهيبة جدا على كل حاجة. فطبعا ده موجود، يعني موجود عندنا التحول الرقمي حتى في العملية التعليمية نفسها. احنا عندنا مركز التقنية في حوالي 22 نظام بيشمل كل الخدمات اللي في الجامعة، من أول العملية التعليمية، منصة تعليمية كبيرة جدا بيترفع عليها كل المحاضرات، كل التفاعل حتى مع الطلبة. يعني طبعا ده كان شيء رائع جدا وقت الكورونا، ما كانش عندنا الدنيا، ما حصلش obstruction أو الدنيا وقعت. العملية التعليمية تمت بكفاءة كبيرة جدا. التواصل مع الطلبة، الطلبة بقى في عندي قطاعات جوه الجامعة اتحولت 100% إلكترونيك، ما عادش فيها أي أوراق، تسجيل الطلبة، النتائج بتاعتهم، دفع المصروفات، حجز المدن الجامعية، حجز وجبته جوه المدينة الجامعية، كل ده بيتم بصورة إلكترونية. فما عادش فيه الأوراق والإجراءات، طبعا بتاخد شورت تايم، وقت قصير من قبل كده. وحتى في المراكز الطبية، في مراكز طبية بقت 100% خدماتها إلكترونية، حتى حجز المريض نفسه، يعني إن أنا هروح أكشف أو المعاد المتابعة بتاعي اليوم الفلاني بيبقى إلكترونيك، وبتجيله رسالة على الموبايل تعالى النهاردة، لا حتى لو في معاد وهيبقى اتأجل لأي سبب بيجيله رسالة إن أنت كان معادك مثلا يوم كذا، لا اتأجل لليوم الفلاني وهكذا. فطبعا ده شيء المعامل الافتراضية موجودة، يعني عندنا في معامل افتراضية، في عندنا معمل معامل الافتراضية، في عندنا معمل مهارات كبير جدا في كلية الطب بيتدرس فيه على مانيكانز. المانيكانز دي بتسخن وتزرق وتظهر عليها الأعراض، ويحصل عليها قيس عليها النبض وعمل عليها خياطات الجراحة. في معامل افتراضية في كليات التجارة، فيها بورصة وبنك افتراضي، كلية حقوق فيها محكمة افتراضية. يعني بقت دخل في كل حاجة، حتى المعامل، حتى في كليات صيدلة، في علوم. يعني احنا عندنا القصة كبيرة وكل كلية حقيقية، في محكمة طالب بتدرب بيتدرب في كلية حقوق المحكمة، محكمة افتراضية، وفي بنك افتراضي، بورصة افتراضية. يعني في بورصة بشاشات افتراضية، ازاي ان المحاسب يتدرب، او المحاسب المالي ازاي يتدرب يعمل مؤشرات مالية، وازاي لا حاجة معامل الكيمياء، معامل التشريح. يعني احنا عندنا برنامج كامل برضو، الطالب بيدخل بيشوف الصور بتاعة التشريح، ما عادش فيه المشرحة
النظام القديم ده طبعا بيدخل قدامه كل أجزاء بتاعت جسم الإنسان يقدر يشوفها. صحيح في عندنا متحف تشريح طبعا يونيك يعني مش موجود زيه في العالم، بس طبعا الحاجات دي بتتيح وبتسهل العملية لأكبر عدد من الطلبة، لأن طبعا أعداد الطلبة كبيرة جدا، فلابد من إن هو يبقى موجود في بيئة محاكاة للحاجة الطبيعية. طيب دكتورة أمينة، كان جامعة الدول العربية عاملة مسابقة اشتركتوا فيها، ايه موضوع المسابقة سريعا ارجوك؟ سريعا، جامعة الدول العربية اطلقت في 2020 مسابقة عن التميز الحكومي العربي، داخل فيها جميع دول الوطن العربي باستثناء دولة الإمارات لأن هي المنظمة للمسابقة، فهي استثنت نفسها الدولة كدولة إن هي بتنظم الحدث إن هي تكون ضمن المسابقة عشان يبقى فيه شفافية للاختيار وحيادية. يعني وحيادية. فالمسابقة بتنظمها جامعة الدول العربية، منظمة التنمية البشرية التابعة للدولة، بيترأس المنظمة أو الجائزة نفسها الدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. القايمة على التميز المؤسسي والتميز الفردي. التميز المؤسسي في أفضل مؤسسة رئيسية سواء كانت وزارة أو محافظة، أفضل مؤسسة فرعية ممكن تكون كلية، يكون وحدة محلية، يكون أيا كان تصنيف المؤسسة أو دورها. في التميز الفردي بقى جوائز فردية، أفضل وزير عربي، ودي حصل عليها الدكتورة هالة السعيد في دورتها الأولى 2020، أفضل موظف عربي، وبرضو أخدتها من عندنا أستاذة نوها من اسكندرية، أفضل موظف عربي، أفضل موظفة عربية، يعني الاثنين موظف والموظفة، أفضل محافظ عربي، ودي أخدها من عندنا محافظ بورسعيد. طيب دكتورة نسرين، لحظة الحصول على الجائزة كيف كانت؟ وقعها كان ازاي؟ بجد حضرتك يعني عضو فريق التميز، فلما تيجي تحصلوا يعني تحصل جامعة المنصورة على الجائزة، الواقع كان ازاي بقى؟ هو طبعا كان شعور طبعا بسعادة كبير جدا، واحساس بقى ان كل التعب والمجهود خلاص، وبنبتدي طبعا بعد الحصول على الجائزة نفكر ازاي نحاول نعمل اكتر يعني على قد ما بنبقى فرحانين أكتر بنبقى عايزين وماذا بعد، هنعمل ايه بقى في الدوره اللي بعد كده، عايزين نفضل، عايزين نحافظ على المكسب. حقيقي يعني هي طبعا بتبقى فرحه كبيره جدا كبيرة. ويعني شعور بالسعاده الغامره يعني مبروك الف مبروك تستاهلوا كل التقدير والاحترام لانه شغل كبير معمول، وكل التحيه والتقدير للاستاذ دكتور اشرف عبد البصر رئيس جامعه المنصوره لهذا الدعم اللي واضح من غير ما اسالنا ما سالتهمش هو بيديكوا دعم ولا لا. انا عايزه اقول ثانيه واحده بس، احنا اخذنا الجائزه يوم الثلاث الساعه 7، يوم الاربع الساعه 8 وربع كان خطوة منه ان تكريم جميع فريق التميز على مستوى الجامعة بمجلس الجامعة، وكل فريق واخد درع كل الجائزة. دي تكريمات، دي تكريمات كل عضو في الفريق واخد درع للتكريم، الفريق الرئيسي والفريق فيه داخل تقدير الجهد بيبقى مهم كده ويبقى له واقع كبير. ما خدناش دقايق بصراحة عشان يكرمنا يعني بجد كان وده اللي بيديكوا الدفع ان انتوا تشتغلوا اكتر. طبعا يعني حتى الكليات بيبقى في جواها تكريم من العمدة لباقي الفرق اللي جوه الكليه جدا، فهم طبعا لا يعني كل القيادات داعمه يعني دعم على ابعد دعم جامد جامد معنوي ومادي ومعنوي ومادي بصوره متميزه وتستحق انها تكون متميزه وبتعمل جاهده انها تحافظ على هذا التميز. وطبعا من حق باقي الجامعات انها يعني تسير على نفس المنوال وتنافس. جامعه طنطا اخذت المركز الثاني، وان شاء الله الاسبوع القادم هيكون معانا معالي الوزير الاستاذ الدكتور محمود زكي رئيس جامعه طنطا هيكون ضيف معانا عشان نتكلم على الجائزه وعلى حاجات كتير جدا جوه جامعه طنطا. حاجة حلوة روح المنافسة اللي موجودة الحقيقة كلها لصالح أولادنا وبناتنا،
ولصالح الخدمات اللي بتقدمها الجامعة للمجتمع في الجمهورية الجديدة، في جمهورية مصر العربية الجديدة. بشكر ضيوفنا الكرام اللي شرفونا النهاردة، الأستاذة الدكتورة نسرين شلبي مدير وحدة ضمان الجودة بكلية طب المنصورة وعضو فريق التميز، والأستاذة الدكتورة أمينة صالح مديرة تنظيم والإدارة بجامعة المنصورة ومنسق الجامعة. شكرا جزيلا شكرا لحضرتك النهاردة وألف مبروك. نشكركم ومبروك لجامعة المنصورة كلها وعلى منصورة طبعا الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، وسعداء إن في روح المنافسة الجميلة دي لأن النتيجة بتاعتها هتكون إيجابية.